السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان عندي استفسار يا شيخ، إني مربي لحيتي، ولكن عندي كلية بعد كام يوم، وأبي قال لي إن ليك عذر عشان الكلية بيبقى فيها خاطر شوية على من أمن الجامعة وكده، وقال لي هتتبعوا اللي مربيين لحيتهم على السنة، في تربية لحية الموضة وكده، والله بيتبعوا على السنة و والله يا أخي الكريم، أنا أعتقد تمام الاعتقاد كما أني أسمع صوتك أن النبي قال احفظ الله يحفظك، وأننا إذا حفظنا الله حفظنا الله، والمحفوظ من حفظه الله. ناس تفعل هكذا وبعد ذلك يحصل العذر، إنما من المطلق ما فيش عذر. بارك الله فيك.